متشكرين. لا متشكرين صحيح. طب خليني اقول لكم حاجه جميله كده، ان انا يعني بكل الحب والله بشكركم على الجهد اللي انتم بتعملوه، والحقيقه دي حاجه تشرف وتفرح ان شباب مصر على دي تالت محافظه ادخل فيها اليوم موجودين. طبعا كل محافظه بتقدم شبابها يعني يبقوا موجودين وبيعملوا العمل الخير الجميل ده، الحقيقه حاجه تسعد. وكمان المفروض انتوا كمان تبقوا سعيدين جدا باللي بتعملوه وفخورين جدا باللي بتعملوه، لان احنا سعداء بده وفخورين بالعمل اللي انتوا بتعملوه التطوعي ده. شوفوا ما تحرموش بقيه شباب المحافظه وحتى الشباب الصغير والشابات الصغيرين، فهموهم ان ده جميل قوي ان احنا كلنا نعمل حاجه حلوه لبلدنا ونشتغل عليها. شوفوا المنظر بقى عامل ازاي بيكم، شايفين المنظر بقى عامل ازاي بيكم، ونقدر نعمل اكتر من كده بكتير. متشكر جدا، مش باسمي بس، باسمي وباسم كل المصريين متشكرين، وبرضه باسم المحافظه بنشكركم. شكرا جزيلا. شكرا جزيلا. صباح الخير، كل سنة وانتم طيبين ومبروك. ألف مبروك. اتفضل. مجموعة المعدات دي ممكن تكون غالية شوية، بس احنا هدفنا ان الطفل المصري يكون بيفكر ويعمل اللعبة بنفسه وعلى طريقته الخاصة، مش اللي هو يروح يشتري عربية ويلعب بيها، لا احنا يختار العربية ويتسلى بيها وفي نفس الوقت تبقى الحاجة اللي هو عايزها. طب برضه بتتكلم كمان يا محمد؟ تتكلم يعني احنا صراحة جابونا معدات، جابونا المعدات 5000 جنيه من التحول الرقمي. من التحول الرقمي. طيب. بس دي المعدات أكتر من كده بكتير عشان عالم التكنولوجيا وكده، بس احنا جمعنا شوية معدات وعملنا منها ايه؟ وين المدرسة ايه؟ زي الفل، يا ريت تكون المدرسة فاكرة. طيب. صباح الخير. صباح النور. ازيكم؟ ينفع اطلب منك طلب؟ ايه. ينفع تحضني؟ احضنك يا حبيبي، تعالى.